النهارده. وزي ما شفنا حضراتكم الكابتن محمود الخطيب قال ايه للعيبه الفتره اللي فاتت، قال قدر النادي الاهلي دايما هو تحقيق البطولات. اي لاعب بيرتدي القميص الاحمر عنده مسؤوليه كبيره جدا 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 تجاه ناديه وتجاه جماهيره. في الاهلي علمونا اننا بمجرد ما نكسب بطوله بنفرح حاجه بسيطه، لكن بنقفل الملف ونفكر في اللي بعده. ولذلك ماتش النهارده ده اللي بعده، فتح ملف بطوله الدوري. وبمناسبه اللعيبه اللي هي بتفتخر دائما بانها لبست او بتلبس او بتمثل النادي الاهلي، انا عايز اشكر زي ما بنشكر اللعيبه اللي في الملعب دي، عايز اشكر بعض اللعيبه اللي سابت النادي الاهلي. عايز اشكر بعض اللعيبه اللي سابت النادي الاهلي من اجل الطموح. عايز اشكر اللعيبه دي لانها رسخت مبدا معروف لينا كلنا ان النادي الاهلي فوق الجميع، وان الكيان هو الاساس. زي ما بنشكر اللعيبه اللي موجوده، انا بشكر جدا 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 اللعيبه اللي مشيت. النادي الاهلي النهارده بيلعب الماتش علشان يرجع لمكانه الطبيعي. مكانه الطبيعي اللي هو صدارة الجدول. الدوري بيحب النادي الاهلي. والنادي الاهلي بطولته المفضلة. بطولة الدوري العام. تعالوا بقى نروح نطمن قبل الماتش على تجهيزات النادي الاهلي من زميلنا المتواجد مع بعثة الاهلي.